برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، اختتمت هيئة البحرين للثقافة والآثار برنامجها لعام 2018، والذي احتفى بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية. وتزامن مع هذا الاحتفال حضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مسرح البحرين الوطني، الذي قرع الاتحاد العالمي للسلام والحب جرسه عليه لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، عاكسا صوت السلام والحب التي تتميز بها أرض مملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر وتعزيز ثقافة الحب والسلام العالمي من خلال وسائل مختلفة مثل التبادلات الثقافية والاحتفالات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، ومن أهمها قرع جرس السلام. بعد ذلك أقيم حفل ختام فعاليات المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية بحضور المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، ومعالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، وعدد كبير من وزراء ثقافة الدول الإسلامية وممثليهم. وبعد إلقاء كلمات افتتاح الحفل، تم تكريم شخصيتين بارزتين تقديرا لجهودهما في مجال تعزيز العمل الثقافي الإسلامي المشترك، حيث تم تسليم درع الاحتفالية لمعالي الأستاذ عمر سليمان آدم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية السودان، رئيس المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة. كما استلم الدرع الآخر معالي الدكتور عبد اللطيف كانو رئيس مجلس أمناء بيت القرآن في المنامة. وفي إطار برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة الإسلامية، سيتم الاحتفال العام المقبل 2019 بأربع عواصم للثقافة الإسلامية، وهي مدينة القدس الشريف، ومدينة تونس، ومدينة بندر سيري بيغوان، ومدينة بيساو. واختتمت الاحتفالية اشتغالها مع العرض العالمي أحلام مسافر قصة من المحرق، ليكون بمثابة الختام الملائم لعام شهد نشاطا ثقافيا كبيرا. ومن المحرق انتقل العرض إلى شجرة الحياة ليعكس عبر الموسيقى التصويرية أيقونة المعرفة والاتصال الوثيق ما بين البحرين وثقافتها العريقة. منذ انطلاقتها في 28 يناير في المحرق في الخيمة التي استضافت كثير من الفعاليات التي شهدناها على مدى عام كامل، اليوم افتتاح مركز زوار هو البهجة التي ينتظرها جميع متتبعي مشروع طريق اللؤلؤ، هو المعمار الأكبر في هذا المسار. كلنا نعلم أن المسار يمر ببيوت أصلية مارس أهلها تجارة القوص على اللؤلؤ، وهذه المهنة الأصيلة الموجودة في البحرين. تكرس مشروع أدرج في قائمة التراث العالمي باسمها. المركز اليوم يشهد هذه الافتتاحية برعاية سامية وكريمة من جلالة الملك المفدى، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الذي شرفنا بحضوره وافتتاح المبنى. جميع من جاءوا معنا من الدول العربية والإسلامية وشاهدوا هذا الافتتاح الذي يكرس بنى أساسية تحتية للسياحة المستدامة الثقافية التي نسعى لها ونقدمها في البحرين. نحن سعداء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومفتخرون أيضا بأننا شاركنا في عدد من الأنشطة التي نفذت خلال هذا العام في إطار الاحتفالية، وحضرت شخصيا حفل افتتاح هذه الاحتفالية في يناير الماضي، والآن أنا هنا للمشاركة في اختتامها. وستبقى المحرق عاصمة للثقافة بتاريخها وعراقتها وبما أنجز فيها من معالم حضارية ومنشآت تخدم الثقافة في مجالاتها المختلفة، وأتمنى لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة حفظه الله الرشيدة لهذا البلد، الذي يعد أحد أهم البلدان العاملة في مجال العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي وفي إطار الإيسيسكو.